شو بك؟ خلص اهدي بس بس خلص اهدي اهدي ايه؟ خلص روشني خلص بقى روشني خلص شبك لا بقى تبكي لكني هي انا معك ورح اعمل يلي بدك اياه انت بس روقي روشني البيت اللي انت بتحلمي فيه ام واب انا رح اعطيكي كل شيء لتكوني مرتاحه بدي اعيش معك انت ما بدي اعيش هون هلأ ما بقى في حدا بهاي الحياة رح يمنعني إنه أتزوجها لروشني درقة أوعك لا تخليني أروح أنا سيدهارت أنا ما فيني أرجع حط عيني بعين أهلك ما فيني روح شوفهم شو بك؟ شو صار فجأة؟ أنا غلطت معهم كيف بدي شوفهم؟ لا تنسى أني جرحتهم هداك اليوم عنا بالبيت ما عندي القدرة أرجع شوفهم طيب خليني أنه لاقي طريقة مناسبة لأعتذر منهم الحق كله على أمي وأنا للأسف صدقت كل شيء هي قالته لا ما بقدر واجه أهلك هلأ سيد هارت صعب كتير ارجع حط عيني بعين أهلك مرة تانية سيد هارت صعب كتير خلصتي اهديتي قلتي كل يلي بدك اياه لهيك اسمعيني هلا لا تنسي الوعد يلي وعدتك اياه اني اعطيك الحب والعيله يلي بتتمنيهم رح حاول اسعدك بحياتك بس هاي الدموع انا ما عاد بدي اشوفها بتعرفي من هو الخسران انا يلي خسرت روشني حبنا هو يلي خسر لا سيد هارت مو هيك بنوب أنا هون بسبب حبك لإلي، أنت هلأ كل حياتي وما فيني كمل حياتي بدونك أنت توثقي فيني مو هيك؟ طيب لك وبالنسبة لأبي وأمي بتعرفي شو يلي بضايقهم أكثر من يلي صار؟ دموعك هدول كتير غاليين علينا بالأخير أمي خسرتني عم تتعامل معي وكأني مو بنتها كانت عم تضحك علي كل الوقت بتعرف في فرق كتير كبير بين أمي وأمك سيدهارت شو بلا روشني سيدهارت بتعرف هداك اليوم أمك كانت بدها تحكي معي بس أنا اللي ما خليتها تحكي ولا كلمة بتعرف شو؟ بس بدي منك وعد انك لو شو ما صار ما تكذب علي الصراحة لازم تكون اهم شي بعلاقتنا ما لازم نخبي شي على بعض ابدا مشان ما نخسر بعض بالايام سيد هارت وعدني هلأ بترجاك انك ما تكذب علي وعدني بهذا الشي وعدني سيد هارت
أنا بعدك رشدي، إني ما أعمل أي شيء يأذي علاقتنا وخليكي مبسوطة كل حياتك. بعدك بهذا الشيء. أنا آسف روشني، عن جد أنا آسف كتير، لأني وعدتك وعد مانو حقيقي. أنا إجيت لعندك لقلك الحقيقة إني أنا غني، بس أكيد رح تنهاري أكتر إذا بقلك هلأ، وما بقدر شوفك بهالحالة، لهيك لازم خبي الحقيقة عنك كم يوم مو أكتر لحتى ما يصير وضعك أسوأ. أنا آسف روشني. إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية حالياً. شفتي بعينك أمي؟ سيد هارت بيّن على حقيقته، وما حدا بيقدر يعرف كيف أثر على بنتي بهاي الطريقة أمي، وأقنعها تترك أمها. هذا الشيء ما بينغفر أبداً، بينما أنا عم حاول أمن لها مستقبلها بيجي واحد أزعر وبياخدها مني. قلي لي أمي، سيد هارت شو عنده شيء أحسن مني؟ أنا عطيتها هالبيت الفخم وكل شيء ممكن إنها تحلم فيه أي بنت عايشة بهالدنيا. العالم اللي بتعيش ببيت كبير وفخم ودايماً مبسوطين يا بنتي. ايه انتي عندك هذا البيت الفخم، بس كمان بنتك تركت كل هالعز اللي عايشة فيه ولحقت الشاب اللي بتحبه واللي هو من الطبقة المتوسطة، تركته بس بسببك وبسبب تصرفاتك. انتي دايماً بتتحكمي فينا، ونحنا على طول بنعمل اللي بدك اياه على السكت بدون ما نسألك. انتي دايماً بتجي معصبة لعنا، ونحنا مضطرين نتحمل عياطك، بس لهون بكفي، ما عاد فينا نتحمل. شكلك انتي نسيتي شغلة مهمة كتير دورقة، الجيل الجديد اللي طالع قوي وما بيخاف بنوب. إذا كنتي عنيدة فروشني أعند منك بكتير. انتي دايماً بتعصبي، بس اليوم انتي كنتي اليوم ضحية عصبيتها وما قدرتي تتحمليها. بس في شغلة عند روشني انتي ما عندك ياها للأسف، انتي وحدة أنانية ومستعدة تعملي أي شيء بس لحتى تحقق اللي عم تفكري فيه. بس روشني بنت كتير صادقة وما بتظلم حدا لو حتى شو ما صار معها. معقولة انتي كمان عم تظلميني أمي؟ أنا ليش عملت هالشي؟ مو مشان مصلحتها لروشني؟ أنا عملت هيك لحتى أملها على مستقبلها، لأنه ما بدي إياها تعيش حياة ما بتليق فيها. هي بتكون بنتي وأنا بعرف مصلحتها أكثر من أي حدا بالعالم. الأحسن لو كنتي متعلمة كيف تحافظي عليها. كل مرة أنتِ بتطالعي كذبة جديدة. أول مرة كانت الجلطة، وبعدين أخذتيها على ناسك لتتقربي منها، وبالأخير طلعتي بقصة المهر بس لتتخلصي من سيد هارت. مو عيب عليكي دورقة؟ لك حتى أنا تجرأتي وضحكتي علي بس مشان تحققي اللي بدك اياه. خليتيني جزء من لعبتك الحقيرة، وخليتي حفيدتي تزعل مني بسببك انتي، وهلأ ما عاد فيني واجهها لحفيدتي. شو عملتي فيني؟ بالرغم من انه كنا كتير قراب لبعض انا وهي. بتمنى تتذكري شغلة وحدة، من هلأ ورايح انا رح اعمل اللي بدها يهرشني، وحضرتك ما رح تقدري تمنعيني، وما فيك تغيري لي قراري هاد ابدا. من هلا ورايح دورقة كلمتي انا اللي رح تمشي. بدي اقول لك شي خليه ببالك دورقة، إذا كانت روشني عنيدة واللي هي بنتك بس